تبني بطوطة كمواطن استطاع أن يقدم الاسم الجغرافي بضبطه وبشكله حتى لا يخفى على أحد. ابن بطوطة كما تعلمون ساق في رحلته نحو من 1000 عالم جغرافي، والأمم المتحدة اليوم حريصة على أن تنبه سكان العالم بأن يحترموا الاسم الجغرافي وينطقوا به كما نطق به أهله. ولذلك في الأمم المتحدة ترحب بوضع أشكال فوكاليزاسيون على كل عالم جغرافي. ولما كان ابن بطوطة مثل جغرافيين سبقوه بتوليمي الإدريسي فقد أقاموا له احتفالا كبيرا حضرته. أكثر من هذا صدرت توصية بإعطاء اسمه لفرقة من فرقات القمر. هذا المؤتمر كما تعلمون مهتم ليس فقط بالأرض، كذلك بالأقمار. القمر أرادوا أن يوزعوه كما وزعوا الأرض، هذا الشمال هذا الجنوب هذا إقليم أول إقليم ثاني، فعلوا نفس الموضوع فيما يتعلق بالقمر وأعطوا اسم ابن بطوطة لطرف من طرف القمر يحمل رقما معينا طولا ورقما معينا عرضا. أريد أن أقول إن كل هذا الاهتمام بهذا الرجل الكبير الذي نشأ في بيتنا في طنجة ومن أسرة أبازيغية تضرب في جذور التاريخ لواتا، هو لواتي، أرى أن من واجبنا أن نحسس أبناءنا بقيمة هذا الرجل حتى يعرف الجميع بأن هذا الرحالة الذي استطاع في العصور الوسطى أن يقوم لمدة نحو من 30 سنة برحلة تبتدئ من طنجة وتنتهي إلى الصين يذكر فيها ما رآه بصدق، يذكر فيها ما شاهده ببصيرته كذلك بصدق، ثم يعود ليجد أن ملك المغرب في ذلك الوقت هو السلطان أبو عنان.